عندي في حد تاني يعمل مداخله بالليل بقى، بس عشان ما ننزلش، لان انا داخل على الدكتور مجدي، دكتور مجدي، مجدي حجازي. طيب انا عندي، بص طبعا احنا في البرنامج هنا عندنا سنه لطيفه، يعني انا ما بلاقي في حاجه مش تمام وبنعلق عليها، بنعلق عليها وبنقول حاجه مش تمام هو الاخر كده. لكن الحقيقه انا لقيت بعض المواقع الاعلاميه وبعض المواقع وبعض البوابات الالكترونيه، خلينا اتصفح مع حضراتكم كده. المصري اليوم مثلا امبارح، التحقيق مع 96 من اطباء وممرضات وفنيين ب10 مستشفيات في الاسكندريه، احلهم الدكتور مجدي حجازي وكيل اول وزاره الصحه في الاسكندريه، الى قال ان اداره التفتيش المالي والاداري بمديريه الشؤون الصحيه بالاسكندريه شنت حمله التفتيش على جميع المستشفيات والوحدات التابعه للمديريه في الفتره المسائيه بغرض تحقيق الانضباط الاداري والتاكد من انتظام اطقم العاملين بها في العالم في العمل وتحويل المتغيبين الى التحقيق. ماشي. وكيل وزاره الصحه بالاسكندريه في خبر على موقع الفجر، يفتتح وحده العلاج الطبيعي بعيادات بهيج ببرج العرب، والحقيقه ده يعني من شويه، وانه زميلنا الاستاذ محمد رجب والاستاذ دينا حسن كاتبين انه افتتح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزاره الصحه بالاسكندريه وحده العلاج الطبيعي بعيادة بهيج العلاجيه التابعه لاداره برج العرب في الاسكندريه. وتفقد وكيل الوزاره بدء العمل بالوحده وتفقد العيادات التخصصيه واصدر اتجاهاته بزياده كميه الادويه. خبر اخر، صحه الاسكندريه تنقل مواطن مقيم بالشارع الى دار رعايه المسنين. انا بقول لحضراتكم ده في يومين، يعني الاخبار دي في يومين، اما تكتب عن مديريه الصحه في الاسكندريه او تكتب عن شخص مجدي حجازي وكيل اول وزاره الصحه في الاسكندريه. يعني تاني، لما جينا تناولنا الصور بتاعه مستشفى العباسيه، قلت ان الدكتور جمال عبد العظيم رئيس او مدير مستشفى العباسيه واحد من الاطباء الذين تعاملنا معهم بكل احترام وتقدير، والراجل عن طريق هذا البرنامج وديناه له، وكنا بنشتغل في برنامج اخر النهار، راح له كذا حاله، تعامل مع هذه الحالات بكل احترام وتقدير، مش عشان البرنامج، لا، هو دي طبيعته، الدكتور جمال عبد العظيم مدير مستشفى العباسية النفسية بتاع الصحة النفسية. حتى لما حصل تليفونات ما بيني وما بين قيادات وزارة الصحة والسيد الوزير، أنا نفسي أشدت بيه الدكتور جمال عبد العظيم، وعلى الهوى قلت رغم إن دي صور كذا كذا كذا، لكن الدكتور جمال عبد العظيم يعمل بكل كفاءة في هذا الإطار. أنا بقول لحضراتكم من واقع العمل المستمر. هنا الدكتور مجدي حجازي، أنا اتعاملت مع الدكتور مجدي حجازي في الفضائيات، اتعاملت معاه لما كان وكيل وزارة الصحة في أسوان، لما كان وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، لما كان وكيل وزارة الصحة في اسكندرية. التلاتة أنا اتعاملت معاهم. في التلات حالات الراجل بيقوم، انا بقول لحضراتكم من وجهه نظرنا المتواضعه الحته دي، طبعا للوزير والوزاره والرقابه والحاجات دي الاحترام والتقدير، لكن من حقنا برضو ما يكون في حاجه كويسه نقول هذا الرجل بيقوم بدوره في الحته دي، لدرجه ان انا يعني من 5 ايام كده كنا بنتكلم في امور عده، فبقول له احنا ممكن نفتح من خلال وزاره الصحه، واقول للسيد الوزير هنا يعني هنا زياره برضو لاحد الاماكن، بتشوف الدكتور مجدي مع حضراتكم، وهنا طفله صغيره، وهنا الاطباء موجودين، وهنا الزيارات، يعني الحاجات دي يا اساتذه اللي بتشوفونا مش مجرد للتصوير وللشغل الاعلامي وهو الاخر، لا، بيبان لما بيكون في تاخير، بيبان فيه لما يكون في تطور للخلف مش تطور للامام، بيبان لما ما يكونش في رؤيه، بيبان. فخلينا برضو نتك على الحاجات الكويسه. بنقول للراجل ربنا يديك الصحه، حاول قدر الامكان الصعوبات اللي كانت قبل كده احنا بنتغلب عليها. زياره السيد الوزير اللي كانت الاسبوع اللي فات هي زياره تصحيحيه وليست زياره يعني للنيل من الاسكندريه وصحه الاسكندريه، وده عهد برضو بوزير الصحه. انت برضو مهما تختلف مع وزاره الصحه، ومهما تقول على وزير الصحه، ومهما تقول على اداء وزاره الصحه، ومهما تقول على اداء المستشفيات، لكن في جهد مبذول جوه وزاره الصحه، في جهد مبذول جوه الجهات الصحيه، في جهد. احنا كنا بنتكلم على ال 2020 الانتهاء من فيروس سي، بنتكلم عن الرقابه الاداريه، وبنتكلم عن رئاسه الجمهوريه، وبنتكلم عن وزاره الصحه، وبنتكلم على جهات معنيه، وبنتكلم على كذا. الصوره اللي انا وريها لحضراتكم قبل كده بتاعه التطعيم بتاعه الممرضه اللي كانت في اسكندريه، اللي احنا قلنا عليها من الدقهليه ومن الشرقيه، وبعدين طلعت من كفر الشيخ، وبعدين مش عارف ايه، ما هو ده جهد محسوس لناس. الممرضات
والممرضين اللي جوه الصحه النفسيه. لازم نشير لدول، دول ناس كويسه بتعمل حاجات كويسه جدا، بس هم لا هيتصوروا ازاي؟ واحده بتحمي مريضه، واحده بتجاهد مع مريضه، واحده بتعمل احنا دايما بنيجي على السلبيات ونتك. ماشي عشان تتصلح، لكن في ايجابيات برضه لازم ناخد بالنا منها. فانا الدكتور مجدي حجازي ربنا يديله الصحه، واحنا بنقول لكل اهالينا في اسكندريه اذا كانت هناك يعني او اذا كان هناك تعاون مثمر ما بين هذا البرنامج وما بين وكيل وزاره الصحه في الاسكندريه نحن على استعداد. وبقول انا تواصلت مع ثلاث مستشفيات كبيره في القاهره، وده اول مره اقوله يعني. هم طالبين مننا جوابات رسميه يعني لعلاج بعض الامراض وعمل عمليات. فانا قلت لهم انا نكلم الاول الاداره في القناه نشوف هيوافقوا ولا لا، بقول على الهوا يعني بدون. فانا هطلب من اداره القناه على الهوا هل في ورق يعني جواب نبعته عن طريق منشطه القرموطي يروح مع المريض في ثلاث مستشفيات في 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 القاهره هنا تابعين لوزاره الصحه، وثلاث مستشفيات تابعين للاداره، انا بتكلم على القاهره هنجرب الاول، وثلاث مستشفيات تابعين للجامعات، مستشفيات الجامعيه، الثلاث مستشفيات دول فاتحين لنا الباب ان احنا نعالج الناس مجانا في هذه المستشفيات في اطار امراض معينه. هنجرب الاول ويبقى في تكليف من زميل او زميله في الاعداد هتبقى ماسكه هذا الملف ونجربه، بس ما قلنا لحد الشهر الاولاني نثبت مكاننا عند حضراتكم ونستعيد ذكريات الماضي ونرجع تاني على يعني الرحب والسعه كده. فانا بقول ده خدميه هتبقى كل يوم باذن الله بدايه من الاسبوع، كل يوم هيبقى بدايه من الاسبوع الجاي عندنا هنعلن عن الست مستشفيات. الست مستشفيات دول هنتولى باذن الله رعايتهم في هذا الاطار. المستشفيات هتعمل عمليات، انا ما عنديش ازمه، كلمني احد اللواءات السابقين في القوات المسلحه وهو لواء سابق في القوات المسلحه سياده اللواء مجدي، مش دعوه للاسم كامل، سياده اللواء مجدي قال لي احنا بنعمل دلوقتي مشروع مهم جدا وبنتفق مع الاجهزه المعنيه. هو ملوش علاقه بالجيش خالص، ده هو خرج او متقاعد دلوقتي، بس هو بيتكلم على شخصيات مصريه، شخصيات عامه هيعملوا لجنه او يعملوا جمعيه او يعملوا مؤسسه او يعملوا الحاجات زي حاجه خيريه يعني. هيعملوا ده لمثلا عمل 500 غرفه رعايه مركزه في مصر. مثلا هيبداوا ب 100 ويبداوا ب 100 ويبداوا ب 100 ويبداوا ب 100 ومعاهم نشطاء مجتمع مدني ومعاهم كذا ومعاهم كذا ومعاهم كذا، محتاجين ان البرنامج يكون داعم. قلت له يا فندم على الرحب والسعه وعلى راسي من فوق. أنا ما عنديش أزمة، الحتة الخدمية دي أنا بشتغل فيها يعني بإيدي وسناني، فأنا ما عنديش مشكلة في ده. فعشان بس إيه الناس في طلبات كتيرة جدا لموضوع العمليات وموضوع الجراحة وموضوع مش عارف إيه، وبيجيلنا من كذا، مش من محافظة، مش محافظة القاهرة بس، بس أنا هبدأ بمحافظة القاهرة هذا الشهر. ربنا ثبتنا على العهد ومستمرين مع حضراتكم في هذا المكان وفي هذا التوقيت. انا عارف ان التوقيت صعب بس خلاص هنتعود على بعض، والصيف جاي وهنسهر وهنقزقز لب وهنبقى زي الفل يعني.